تفضل. يعطيك العافية سلامي. الله يعافيك. سلامي، أكيد حابب تعرف لجنة التحكيم شو رأيها بصوتك؟ أكيد. شو هي لجنة التحكيم؟ من حابب يبدأ؟ لبنى. سلامي، يعطيك ألف عافية. طبعاً في الشك إنه كل اللي وصلتوا اليوم لهون أنتوا كلكم مختارين ومميزين، كل واحد بصوته. بس اليوم أنا هي مش أول مرة بسمعك فيها، بصراحة ما أقنعتنيش. الموال كان كتير ضعيف، ما قدرتش أتسلط فيه، وحتى في الطبقات العالية سحلت فيها. والغناء كان كتير عادي، ما كانش في إشي. حتى في العرب كانت منك تفلات، في الأفلات في كل جملة كانت تسحل منك. في الشك إنه صوتك حلو، بس موفق مرة تانية. خليك. دكتور غاوي، شوف، في لغة المحاماة تبعتكم أظن لما بدكم تقنعوا الحاكم في طعون، ولا أنا غلطان؟ صح صح، فبالضبط في الطعون، وهي التلخيص لمرافعتك النهائية اللي فيها بدها تقنع الحاكم، بمعنى أنه كل سير المحكمة كان كويس، يعني ما قدمته في البداية وحتى وصلت هذه المرحلة كان مقنع، حتى أنك وصلت هذه المرحلة. لكن هنالك زي ما حكت الست لبنى، كان في بعض الفجوات في الطعون تبعتك أو في الغناء تبعك. واحدة من اللي ذكرتها، تنين، يعني أنا كنت بأخذها شوي، يعني كمان نتف صغير هيك شوي أسرع، بس بهدوء الغناء، مشان لما بتأخذ الفراز الأخير فيها لا والعنقود إلى آخره، ما وصلت آخر الجملة عندك الموسيقية اللي أنت بتلاهت. هو الموسيقى كانت معجلة شوي. ما مشكلة. أما طلع، ما في شك إنك أنت تستطيع أن تغني بكتير أفضل من هيك، ما في شك، ما في نقاش عليها. شكرا دكتور. فنان محمد، كمان مرة أنا مش موافق معك. تحز معرض اليوم. عليه الليلة أستاذ محمد. لا، لأنه السلامي عنده حضور، هاي أكيد، عنده أداء بجسمه حر طليق، عنده ملكة الصوت وسلطان الطرب، ولكن اليوم ما كانش طربان. هذا اللي قلناه. يعني بما معناه انه انا حسيته انه هو متحرر. صح. صوتيا بس تقنيا مش فرحا داخليا. صح. وهذا مؤسف، لانه كان عندك، يعني لما بتتبسم انت بتسحر الناس. حتى انه صار له معجبات من اسا. سلامي، اكيد صار له. يعني من جوزك بعد شهرين. لكن جوزك بالضبط. الكل رح يطلع مجوز من بعد نيو ستار. اذا شو العلامه؟ والله من تمك لباب السماء يا عم. يلا. شو دكتور غاوي لمين؟ لا لا، مش انا. اوكي. انا خلص كف التجربه الاولى. فكرت. ناجحه يعني، دير بالك. شو العلامه؟ نعم. انا رح اعطي. هدي 12. دكتور غاوي انت 12. انا رح اعطي 11. اثناش. فإذا هي علامتك يا سلامي. شكرا كثير. 35 علامة سلامي، 35 من 45 من لجنة التحكيم. ما وقفش هون، قرار بعده بإيديكم أنتو. ابعتوا رسالة اس ام اس اكتبوا فيها ستار بالعربي أو بالإنجليزي مع الرقم 35 واللي هو رقم سلامي، من فلسطينية 48 على رقم 4333، ومن فلسطين جوال على الرقم 37470. سلامي معك نص دقيقة تتوجه فيها لكاميرتك هون وتقنع الجمهور أنه يصوت لك. بتمنى من جميع اللي سمعوا صوتي يصوتوا لي، لأنه بعتبر حالي ما أخذ حقي من لجنة التحكيم. بتمنى مساعدتكم جميعا، يعطيكم العافية. شكرا لك يا سلامي. شكرا سلامي. إذا وصلنا لدالية الكرمل، ومن هناك رح نستقبل علاء حلبي. علاء بحب التمثيل وكمان بفضل اللون الجبلي أو المصري الصعيدي. اتفضل يا علاء. أهلا وسهلا فيك علاء. أهلا وسهلا فيك. تفضل. شو أخبارك؟ الحمد لله. الدالية كيف؟ في نعمة. منيحة؟ بخير. حلو. علاء، كيف بتوصف المرحلة الثانية بما أنك أنت اليوم موجود في المرحلة الثالثة؟ وعديت في المرحلة الثانية بكل سلام، فكيف توصف هالمرحلة؟ المرحلة الثانية كانت مرحلة، يعني تجربة أولى لإلي، كانت مرحلة كثير حلوة، كانت منافسة شريفة مع كل المتسابقين يعني. وأنا انبسطت كثير إني طلعت بعد المرحلة يعني، وبتشكر كل اللي دعمني وصوت لي. حلو، إحنا كمان والمشاهدين رح ننبسط بس نشوفك ونتعرف
عليك أكثر وعلى دالية الكرمل خلال هالتقرير مع علاء حلبي. دالية الكرمل تقع على جبل الكرمل الشامخ، ترتفع 420 متر عن سطح البحر. معنى كلمة دالي لكثرة الدوالي فيها، أي ورق العنب يعني. بلد مميز بموقعه بمناخه بأهله. عمر دالية الكرمل حوالي 370 سنة، وهي من القرى العربية الوحيدة الباقية على جبل الكرمل. فيها عدة أماكن أثرية مشهورة بسوقها الخاص. أول مرة أنا كرام، يمكن 6 سنين كنت صف أول. جت طريقة الإغناء يعني على طريقة الصدفة، يعني أول شيء يجوا على المدرسة اللي عنا اختاروا 2 من كل صف، وأنا بالصدفة كنت من بيناتهم هذول 2 صف. يعني من هو صغير بدي يتعلم مثلا في المدرسة، كان متابع الموسيقى في الجوقات وكذا، ولما كبر صرنا كمان يعني كان في التلفزيون كم مرة. أمنيتي في مجال الفن أكيد إنه كل إنسان عربي في العالم العربي كله، في البلاد عندنا هون، إنه يعرف إنه في شيء اسمه علاء حلبي، في إنسان عايش اسمه علاء حلبي بحب يغني بحب يوصل للناس. إذن يا علاء، حلم الطفولة اللي كان مراودك من وإنت صغير اليوم عمالك بتطمح إنك تحققه، لما بدك تحققه هل هذا تحدي مع نفسك ولا مع البيئة اللي أنت عايش فيها؟ هو أصلاً يعني التحدي للاثنين، لأن أنا من ضمن البيئة، اما اكثر يعني تحدي لنفسي لانه البيئه اللي حوالي عم تدعمني، يعني مش تحدي لنفسي لانه انا حابب اوصل يعني لمنطقه منيحه يعني في الفن، حابب اتقدم يعني، وبرنامج نيو ستار ساعدني، وهي مش النهايه يعني. اكيد رح نسمع منك الليله اغنيه لو نويت لجورج وسوف، تفضل.